بعد مقتل مواطن وإصابة آخرين، لربما مباشرة سنذهب لنقل الصورة. كيف يبدو هذا الصباح في محافظة نابلس بعد ليلة لم تكن آمنة بشكل عام؟ إلى عميد، أسعد الله صباحك بكل الخير. لك وللجميع والمتابعين والمستمعين، أهلا وسهلا بك. يعني كيف تبدو صورة هذا الصباح في نابلس بعد أحداث كانت يعني فيها اشتباكات واحتجاجات في محافظة نابلس، وربما أيضا كذلك تم تسجيل مقتل مواطن وإصابة آخرين؟ عم وفاء، بالفعل يعني أحداث مؤسفة تشهدها مدينة نابلس منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة التي أتكلم مع أحداث مؤسفة ودامية أقل ما يمكن القول عنها في هذا اليوم في مدينة نابلس. بداية الأحداث كانت ليلة الماضية عندما تم اعتقال المطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي مصعب شتية من قبل الأجهزة الفلسطينية أثناء تواجده في وسط المدينة. بعد ذلك اندلعت يعني الأزمة وتصاعدت الأزمة بشكل كبير مع مطالبات بإطلاق سراحه بشكل فوري من قبل مجموعات عرين الأسود في داخل البلدة القديمة، وكذلك النشطاء في مخيم بلاطة وغيرها من المناطق. رافق هذه الأزمات أيضا مواجهات شهدتها مدينة نابلس وأحداث مؤسفة كانت الليلة الماضية في وسط المدينة. أطلق خلالها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكان هناك اشتباكات ما بين الشباب في داخل البلدة القديمة وقوى الأمن الفلسطيني، ما أدى إلى إصابة مواطن كان يتواجد في داخله وهو مواطن فراس يعيش أصيب بجراح خطيرة، نقل إلى المستشفى ولكن أعلن عن وفاته بعد ذلك متأثرا بالجراحة الخطيرة التي أصيب بها جراء هذه الأحداث المؤسفة. هنالك أيضا نتحدث عن إصابات من بينها إصابة لشاب بجراحة خطيرة وفقا للمصادر الطبية، ولا زال يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة في المستشفى. الأحداث امتدت وتواصلت طوال ساعات الليل وصباح هذا اليوم. قبل قليل كانت عمليات إطلاق نار كثيفة مع انتشار أمني وسط الأمنية في داخل ميدان الشهداء أي وسط المدينة المطلة والقريبة على البلدة القديمة، ويسمع بين الحين والآخر عمليات إطلاق نار كثيف في داخل مدينة نابلس. هنالك أيضا يعني إغلاق شامل وعام في مختلف أنحاء المدينة وتحديدا في وسط المدينة. يعني الحركة التجارية عميد، بالإضافة إلى نود أن نسأل عن صباح هذا اليوم، كيف ما يتعلق بالمسيرة التعليمية كالجامعة كذلك المدارس، يعني كيف تبدو هذه الأمور مع صباح هذا اليوم والأحداث الأخيرة؟ نحن نتحدث عن حالة إرباك صراحة وفاة في هذا الموضوع. يعني التساؤلات والأسئلة لدينا وطرحت علينا، هل هناك دوام للمدارس والجامعات؟ طبعا لا إجابة لدينا، كون أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شيء رسمي هي المؤسسات الرسمية، وزارة التربية والتعليم وإدارة الجامعات. حتى الآن لم نزر أي شيء رسمي. نتحدث عن جامعة النجاح، هنالك حركة وطلبة الجامعة في هذا الصباح باتجاه عمان قدموا من خارج مدينة نابلس، ولكن ليس كالأيام العادية. لكن هنا أنوه عميد أن إدارة جامعة النجاح كانت قد أعلنت أن الدوام لهذا اليوم سيكون إلكترونيا ولن يكون بالحضور. نعم. كثير للطلبة، أنا أقف الآن في وسط المدينة مجمع التجاري، الكثير من الطلبة يتوجهون للجامعة كون القراءة متأخر، ولذلك أقول أنه يعني الطلاب لم يأخذوا حيثية هذا القرار. الطالب الذي خرج من بلدة سرجن على سبيل المثال باتجاه نابلس يحتاج إلى 15 إلى 20 دقيقة للوصول، وبالتالي لم يطلع. طلاب المدارس حالة صوت وإرباك شديدة تسود فيما يتعلق هذا الموضوع تحديدا في المدارس المحيطة في وسط المدينة وفي منطقة الأحباب. المدارس الغربية والشرقية في مدينة نابلس هناك فيها كالمعتاد، ولكن الإشكالية في المدارس الواقع والقريبة من نقاط الحدث الواقع حاليا والحاصل حاليا في مدينة نابلس، حيث يعني دوام غير منتظم وهنالك حالة إرباك شديد في هذا الموضوع. نعم، نحن نتمنى السلامة، كل السلامة لأهلنا في محافظة نابلس. أشكرك عميد دويكات الزميل الصحفي من نابلس، أطلعنا على ملخص الأحداث بعد أن كانت قد وقعت خلال احتجاجات في نابلس إلى إصابات في هذه الاحتجاجات، وكذلك قتيل وهو مقتل المواطن فراس يعيش.
وإصابة 3 بجروح متفاوتة. ذكر عميد أن هنالك بلبلة، حالة من البلبلة، ربما الترقب كذلك الحال، سماع دوي إطلاق الرصاص بين الفينة والأخرى كما يذكر، بالإضافة إلى أننا نذكر أن إدارة جامعة النجاح كانت قد أعلنت وحفاظا على سلامة الطلاب والأبناء وكافة الطلبة أن التعليم لهذا اليوم سيكون إلكترونيا، ونتمنى السلامة، كل سلامة لكل أهلنا وأحبتنا في مختلف المحافظات. نواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن كذلك فقراتنا، سنتحدث وإياكم خلال هذا اليوم ومواضيع مختلفة سنعرج على فهرس البرنامج، لكن لربما بعد أن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير.